ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا شوربه العدس لكن بالطريقه التركيه. واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا كاس ونص تاع عدس الاحمر يعني لونتي كوغاي. هنا راني غسلته وحطيته يعني على جنب. حبه بطاطا، حبه سناريه، حبه جريوات، مغرف صغيره تاع طماطم المصبره، زمغارف تاع زبده. هنا البصل حوالي يعني حبه صغيره يعني متوسطه تاع بصل، ومغرف تاع فارينه، بيان سيغ الماء، الملح والفلفل الكحل. نبداو على بركه الله في الوصفه. نحطوا الزبده تاعنا كما راكم تشوفوا، نحطوا الدوق الزبده تاعنا كما قلت لكم. واللي يعني ما عندوش زبده يقدر يعني يدير الزيت نورمال يعني. هنا نضيفوا للزبده تاعنا هذيك، نضيفوا لها البصل، يعني نقليو البصل تاعنا مع الزبده. وهنا يعني الحاجه يعني اللي كما يقولوا تتميز بها الشوربه التركيه كما قلت لكم هنا الفارينه. نزيدوا المغرف تاع الفارينه تاعنا ونحمصوها مليح مع هذاك البصل والزبده، يعني ديروا على نار دافيه ما تكونش نار قاويه، وخليوها تتحمص مليح هذيك الفارينه مع البصل والزبده. هنا راح نزيد الملح، نحمصوها مليح. فوالا، وهنا نبداو نزيدو في الخضرة نتاعنا. بعد ما تحمصت لنا مليح هذيك الفارينة مع الزبدة والبصل، بيان سيغ نزيدو المغرف الصغيرة تاعنا تاع الطماطم، نزيدو نحمصوها مليح معاها. هنا اللي عنده زيت زيتون يقدر يزيد شويه تاع زيت زيتون، يعني هو اختياري. هنا واش نديرو؟ نبداو نزيدو في الخضره تاعنا اللي تاعنا كما قلت لكم، حبه تاع قرعه ولا كما يقولوا ناس الشرق جريوات، لي كاروت تاعنا، والبطاطا. نزيدو نقليوهم مليح مع المكونات اللي حطيناهم من قبل، يعني ديروا على نار متوسطه. نقليوهم مليح مع بعضهم. هنا نروحو نزيدو العدس تاعنا كيما قلت لكم، كاس ونص تاع العدس. بعد ما نغسلوه نشلوه مليح، تكون يعني هذه الشوربه يعني بنينه بزاف. هذه يعني ما يستغناوش على يعني الاتراك يعني في رمضان، ولكن يعني يستعملوها بزاف، يعني هي مفيده كما تعرفوا العدس الاحمر فيه هذه الفوائد بزاف مع لي ليغوم. يعني هنا نروحو نمرقو حوالي لتر تاع الماء، نغطيو هذاك العدس تاعنا كامل. هنا نزيدو التوابل تاعنا، يعني حنزيد فقط غير الفلفل الكحل فقط، هادو التوابل واش نحتاجو. نخليو الشوربه تاعنا تطيب حتى يطيب لنا العدس، ومن بعد نكملوا الوصفه تاعنا. كيما راكم تشوفوا الشوربه تاعنا راهي طابت، دوك نطفيو عليها ونروحو نكسيوها مع بعضنا. دوك نروحو نكسيو الشوربه تاعنا. Thank you.
نشوفوا الشربه تاعنا راهي واجده. هنا فقط درت لها شويه تاع يعني فلفل حار داير في الزيت، يعني درت له رشه يعني هما يديروا هكا، وزين بشويه تاع معدنوس كما راكم تشوفوا. شوفوا لا تيكستور تاعها يعني فريمون فولوتي وبنينه بزاف. ان شاء الله الوصفه هذه تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها مادام راني يعني في فصل الشتاء، يعني تكون شوربه دافيه. هذه كما قلت لكم وصفه تاع شوربه العدس التركيه. معليه غير نقول لكم ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه بيوصلكم يعني وصفات اخرى. بالتوفيق للجميع، مع السلامه.